في عمري 8 سنين في بلغام هذي بتاع سنة، بديت من أول صناعة الطيارة لكن ما طيرش، بعد عملت بطو، بعدها طاقس، بعدها جواف، بعدها رافع، بعدها قلت الحصاد، بعدها الجمل تبي قلت الحصاد عملتها بالكودونة وحاسين وعملت لها الموس وكل شيء. ما عنديش مطارات مثل القوية، كنت نجم مثل ما شاب متربحت، منين ما عنديش مطارات قوية ماشي فيها باوشة مطارات. عملت لها المنجل بتاعها والفم، عملت لها ما بيناتها هي والمنجل بكحلي باش يوب ما بينات، عملت لك واحدة تعدي نعمل داخل وموس يقص، وعملت لها زاوية باش تهز واحدة. اتغامت بصنع الآلات الفلاحية خاطر بابا فلاح وجدني فكرة باش نصنعها، كل حاجة خضع بابا نحاول نحب باش نصنعها.